دائما ما تكون أعماله لها ثقلها، حيث شارك في العديد من الأعمال مع كبار النجوم، وبجانب أدواره أصبح الفنان عبد العزيز مخيون الذي ولد في 3 يونيو 1943 حديث مواقع التواصل والمواقع الإخبارية بعد تعرضه لمحاولة قتل في عام 2005. نجا منها بأعجوبة بعد أن تلقى الكثير من الطعنات بالسكين في وجهه ورقبته. هنا عبد العزيز مخيون في شبابه، وهنا بعد تقدم السن فنان معروف طبعا. الشرق الأوسط زارت الفنان عبد العزيز مخيون في القاهرة بعد أن أجريت له 3 عمليات تجميل في الوجه في مستشفى السلام الدولي في الغرفة 917 لتعرف منه تفاصيل ما حدث. ما الذي جرى يوم الحادث بالتفصيل؟ في مساء ذلك اليوم كان لدي اجتماع مع فرقة تسابيح في مكتبي، وهي فرقة إنشاد غنائي وشعري، وانتهى الاجتماع وانصرفوا، وبعدما جلست للقراءة وترتيب أوراقي قررت الانصراف إلى المنزل. وبعدها بثواني تلقيت اتصالا من المنزل أكثر من مرة على هاتف المكتب الذي يظهر عليه رقم الطالب، ولم أحب أن أتصل بالمنزل لأنني بالفعل كنت في طريقي إليه، وفي هذا الوقت كنت أرتدي جلبابا أبيض وعباءة بنية اللون، وذهبت إلى المنزل وركنت السيارة وصعدت وفتحت باب شقتي ودخلت إلى غرفة نومي وألقيت بالعباءة على الكرسي، وتوجهت بعد ذلك إلى المطبخ لأعد بعض الأشياء لابنتي الصغيرة. وفوجئت بشخص طويل القامة وضخم وملثم بقطعة قماش أحمر وفوقها غطاء أسود تظهر عيناه فقط. وبعدما عرفت أن هذا الشال هو الكوفية الفلسطينية الخاصة بي، وقام بطعني لا أذكر على وجهي أولا أم رقبتي، فقمت بضربه ومقاومته بشدة وأمسكت بالسكين لدرجة أنها قطعت أصابعي الأربعة في يدي اليمنى. بعدها وقعت على الأرض وقفز فوقي لضربي، وكنت أقاومه بضربه بقدمي اليمنى، وبدأت أصرخ وأستغيث، فتمكن مني وأصابني إصابات شديدة، وواصلت المقاومة حتى وجدت نفسي في ظلام دامس. وأين كانت زوجتك في هذا الوقت؟ كانت في الغرفة مع الأطفال، ومكان الحادث أعتقد أنه المطبخ، لأنه من شدة مفاجأتي بمنظره نسيت المكان، وكنت في حالة ما بين الغيبوبة واليقظة. شعرت بسخونة شديدة في جسدي، ودرجة حرارتي ارتفعت بشكل كبير، وأحسست ببلل في جميع أنحاء جسمي، كنت أحسبه عرقا ولكنه وجدته دما. وظللت أقاوم وأنازع وضغطت على نفسي وأمسكت بشيء ما لكي أقف، ودخلت الحمام وأغلقت الباب على نفسي، ومن النافذة بدأت أستغيث بالبواب والجيران حوالي نصف ساعة ولم يسمعني أحد، ولكني بعدها سمعت أحد الأشخاص يقول سوف آتي إليك. وبعدها ب10 دقائق وجدت أناسا أمام باب الشقة، وأنا خارج من الحمام وجدت جسما يتحرك في الظلام متجها ناحية باب غرفة النوم، عرفت أنه الجاني، ولكني لم أكن قد تحققت من ملامحه. وخرجت للموجودين أمام باب الشقة وقلت لهم الجاني دخل غرفة النوم امسكوه، ولكنهم لم يستطيعوا الإمساك به وتراجعوا، بعضهم خاف لأنه ضرب أحد البوابين ببرواز في وجهه، وقفز من الشرفة إلى الشقة المجاورة، وبعد ذلك أمسكوا به في الشقة الأخرى وتم القبض عليه بمساعدة البوابين. ماذا فعلت بعد أن أمسكوا بالجاني؟ عندما نزع قناع من على وجهه عرفته، وكنت قد شاهدته مرتين فقط من قبل منذ شهرين، وعلى الفور قمت بضربه بيدي اليسرى، والناس منعتني من مواصلة الضرب، وبرغم النزيف جاءتني قوة داخلية. ثم دخلت شقتي واتصلت بصديق المخرج علي بدرخان لأنني أحفظ رقمه، وبالفعل جاء بسرعة وقام بنقلي إلى المستشفى هو وصديق الدكتور حسن بكر واللواء مجدي زاغر.
هل من الممكن أن تعطينا تفاصيل أكثر عن علاقتك بالجاني؟ هذا الولد دخل في حياتي عن طريق أمه سفيرة النيات الحسنة، وكنت مع أمه في منطقة أبو قير بالإسكندرية لبحث مشكلة الصيادين وبائعي الأسماك في المنطقة، لأن الحكومة طردتهم. وذهبت لأعاين المكان معه، والتقيت بالصيادين، وذهبنا إلى محافظة الإسكندرية للقاء نائب المحافظ، ووعدني بحل المشكلة، ثم عدت والتقيت بها في يوم اليتيم في حدائق الميريلاند بمصر الجديدة، ودعوتها مع أصدقاء لي لمنزلي بالفيوم لتناول الغداء، وحضر مع هذا الولد، وقالت لي أن إصابته في عينه عيب خلقي، وهذه السيدة تعاملت معي كصديقة، ووجدت أنها سيدة مهتمة بالعمل الخيري، كما ظهر لي ورحبت به مع الأصدقاء المدعوين عندي. والمرة الثانية التقيتها في شرم الشيخ بصحبة اثنين من أساتذة الجامعة وابنها، ولكن كل معرفتي بهؤلاء الناس لا تتجاوز الشهرين فقط. ولكن هناك من يقول أن العلاقة بينك وبين الجاني ووالدته تمتد لأكثر من 3 سنوات. هذا كلام خطأ، ومعرفتي بهم منذ شهرين فقط. وقبل الحادث ب3 أو 4 أيام اتصل بي هذا الولد وطلب مقابلتي، فعرضت عليه أن يأتي إلى مكتبي في الصباح لأقابله من أجل أمه. فاعتذر عن فترة الصباح لأنه يعمل في مكان بمدينة نصر، وينتهي من عمله في 10:30 مساء، وأصر أن تكون المقابلة بالمساء. فقلت له أنا مستعد أن أقابلك في 8 صباحا أو 9، لأنني في المساء أكون مشغولا، لكنه أصر على المساء. فقلت له خلال اليومين القادمين لا أملك تحديد الوقت، أرجوك اتصل بي مرة أخرى لأحدد الوقت، فلم يتصل. ماذا كان رأي الدكتور علاء غيتا في حالتك الصحية بعد أن أجرى لك الجراحات المتعددة في الوجه؟ الدكتور غيتا من كبار علماء مصر، وتولى الجراحة التي استمرت حوالي 4 ساعات، وهو يعلم أن وجهي بالنسبة لي شيء مهم كفنان، وبالفعل بذل أقصى ما في وسعه من جهد ليحافظ عليه. وبالمناسبة أنا تلقيت حوالي 34 طعنة في أجزاء جسمي، ومنها طعنة بجوار الشريان في رقبتي، والحمد لله لم يصل السكين إلى الشريان، وإلا كنت في عداد الموتى الآن. هل عندك إحساس بالشعور بالظلم؟ أنا وكل عربي عندنا إحساس بالشعور بالظلم. ومن أين جاءك هذا الإحساس؟ من الظلم وعدم المساواة. عبد العزيز مخيون، مولود 3 يونيو 1943، ممثل سينمائي ومخرج مسرحي، ولد في أبو حمص وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين، وعمل مخرجا مسرحيا. حصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا، وهو أحد رموز حركة كفاية المعارضة، وله 5 أبناء. يعتبر الممثل عبد العزيز مخيون هو أكثر ممثل شبيه بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقد قام بتأدية دوره في مسلسل أم كلثوم، ومسلسل إسماعيل ياسين، ومسلسل سعاد حسني. ده عبد العزيز مخيون والحادثة الغريبة اللي حصلت له. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم.